كنتي مغربي أو أجنبي مقيم داخل أو خارج الوطن أو كنتي مستثمر فضروري ما تتعامل مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو مؤسسات المرفق العام باش تقضي المصالح ديالك. وعادة هاد العملية كتطلب منك وقت طويل ومجهود كتير وطلع وهبط وبزاف ديال الوراق. داكشي علاش جا القانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية باش يأسس علاقة جديدة ويعزز الثقة ما بين الإدارة والمواطن. دابا أنت كتصور راسك، أشنو الجديد اللي جا به هاد القانون وشنو غادي نستافد منه؟ أولا، حتى إدارة عندها الحق تطلب منك أكثر من نسخة واحدة لكل وثيقة من الوثائق اللي كتكون ملف الطلب ديالك. ثانيا، وهذه غادي تعجبك، راه ما بقاتش لا ليغاليزاسيون، حتى شي إدارة ما عندها الحق تطلب منك لا تصحيح الإمضاء ولا نسخ مطابقة للأصل. ثالثا، الإدارة ما عندهاش الحق باش تطلب منك وثيقة متاحة للعموم وما كتعنيكش بصفة شخصية، بحال تطلب منك نسخة من شي جريدة رسمية مثلا. ونزيدك، في بعض الحالات الإدارة غتطالبك غير بتصريح الشرف عوض بعض الوثائق والمعلومات. ورد بالك مزيانة، راه هذا القانون لزم الإدارات باش تعطيك وصل بالإيداع فوق ما نزلتي طلب الحصول على خدمة معينة، ولزمها كذلك باش تجاوبك في الأجل اللي كتكون هي حددته ونشرته في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية على حسب الطلب ديالك، إما تجاوبك في البلاصة أو في أجل ما كيتعداش 60 يوم على أبعد تقدير إلا كان الملف ديالك غياخد وقت طويل للدراسة، وهكذا كيتم ضبط أجل الرد على الطلب ديالك، وكتكون عندك الحجة باش تعاني بجميع الطرق الممكنة إلا تعطلات عليك الإدارة في الرد. وعندك راه خصك ترد بالك، إلا كانت شي ورقة ناقصة في الملف ديالك الإدارة خصها تعلمك في النصف الأول من الأجل اللي سبقنا وتكلمنا عليه، وفي هاد الحالة كيبدي تحسب الأجل ابتداء من التاريخ اللي كمل فيه الملف. إوا شنو بان لك؟ سهلت ياك؟ هاد القانون مهم بزاف ونخرطت فيه جميع الإدارات باش تطبق على أرض الواقع، وغيهم جميع المساطر والإجراءات الإدارية. من نهار تنشر هاد القانون وكل إدارة كتعمل على توحيد وتوثيق وتبسيط المساطر الإدارية ديالها طبقا لهذا القانون. دابا ركز معايا مزيان، هاد الشيء مهم بزاف. جميع الإجراءات الإدارية اللي غتوحدها وغتبسطها الإدارات غدا تنشر على البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية اللي تكلمنا عليها. وشنو هي هاد البوابة؟ راه من الآن فصاعدا هاد البوابة هي اللي غادي توجد فيها المعلومات الخاصة بكل الإجراءات والمساطر الإدارية اللي غتحتاجها في حياتك اليومية. والإدارات كلهم كيلزمهم القانون باش ما يطلبوا منك حتى شي وثيقة أخرى من غير الوثائق المنشورة على هاد البوابة. وما تنساش حقك اللي عطاه لك القانون، إلا طلبت منك أي إدارة شي وثيقة ما منشوراش في هاد البوابة راه عندك الحق تلجأ لطرق الطعن الممكنة. هذه غير المرحلة الأولى ديال التبسيط، مازال غادي نزيدو نسهلو أكثر في المراحل اللي جاية اللي غادي تهم تبسيط جميع الإجراءات والرقمنة ديالها. برنامج تبسيط لا للتعقيد، الإدارة تتغير.